اول حاجه هبتديها، المفروض لما يكون الباترون مديني دايره في النص، دي معناها دايره سحريه. الدايره السحريه دي هي بتبقى عباره، هقولك، هي عباره عن دايره بحط فيها عدد غرز اللي موجوده في الباترون، وبعدين بقفلها، ما بتفضلش بشد الطرف بتاعها، ما بتفضلش مفتوحه. بتتعمل ازاي؟ اول حاجه انا بعملها كده زي عقده البدايه بالظبط، بس عقده البدايه انا بقفلها، دي مش هتتقفل، دي هتفضل مفتوحه زي ما هي. اقوم طالعه الارتفاع بتاع الغرزه بتاعتي. المفروض ان انا عندي هنا فتلتين، الاتنين دول اللي انا بشتغل عليهم، واحده الدايره والتانيه اللي انا بشدها تقفل لي الدايره، عشان كده اسمها سحريه، ان هي بتفضل واسعه بشتغل فيها براحتي وبعدين بشدها بتتقفل. عكس المربع الجراني، المربع الجراني لما انا عملت سته وقفلتها مش هتنفع تتشد، فانا لو مريحه ايدي هتفضل مفتوحه في النص مش هتتقفل. طيب اول حاجه انا عملت الدايره السحريه وطلعت ثلاثه الارتفاع، ثلاثه ارتفاعهم يعني احنا ممكن لو قلبنا الباترون شويه هتلاقيها الناحيه دي، ثلاثه الارتفاعهم. وبعدين دي غرزه الكلاستر اللي احنا خدناها قبل كده، هطلع من اتنين واسيب الاتنين التانيين على الابره، هلف اطلع من اتنين واسيب الباقي على الابره، واقوم طالعه كله مره واحده، ما بينهم ثلاث سلسلتين، ما بين كل واحده وواحده سلسلتين. هعمل قد ايه؟ هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8. انا عملت واحده سلسلتين، اطلع من اتنين في اتنين في اتنين، ثلاث عمدان، يعتبر ثلاث عمدان، وبعدين سلسلتين، واحد اتنين تلاتة، لقيتها بدأت توسع، مش عارفة املكها، اضيقها شوية وبعدين اشتغل سلسلتين، واحد اتنين انا كده عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 واقوم شد الخيط ده، هلاقيها بدأت تقفل شوية، ما شدهاش جامد علشان ما تقوص مني. بعدين هعمل سلسلتين وهقفل بمنزلقه في السلسله الثالثه في الارتفاع، يبقى انا كده عملت اول دور. الدور اللي بعده هطلع ثلاثه ارتفاع، هعمل غرزه كلاستر وبعدين سلسلتين، هاجي في الفراغ هعمل ثلاثه عمدان وهكذا. يبقى انا عندي غرزه الكلاستر بس بتبقى في الزوايا في الكورنر، وبعد كده برجع في النص اعمل عمدان. هطلع ثلاثه ارتفاع، 1 2 3، وبعدين هشتغل في نفس الفراغ اللي تحتيه غرزه كلاستر، سلسلتين، في الفراغ اللي بعده هعمل ثلاث عمدان كاملين، 1 2 3، سلسلتين، هعمل هنا غرزة كلاستر وما بينهم اتنين وما بينهم ثلاث سلاسل. ده عشان الزاوية، عشان الزاوية، 1 2 3، وبعدين غرزة كلاستر تاني في نفس المكان. سلسلتين، ثلاث عمدان في النص، 1 2 3، سلسلتين، ثلاث سلاسل، 1 2 3، شكلها مش هيبان غير لما تكبر، يعني محدش يجي في الدور ده كده ويقول ايه ده انا حاسه ان هي الكلاستر زي التلات عمدان اللي في النص، لا هي شكلها هيبدا يبان، تبقى زي اللي في الرسمه دي كده لما تكبر شويه. سلسلتين، تلات عمدان في الظل، 1 2 3، سلسلتين،
تلات سلاسل انا بدأت بواحدة كلاستر في الزاوية، هنهي بواحدة تانية هذي اتنين، وبعدين هعمل غرزة كلاستر في نفس المكان، وبعدين ثلاث سلاسل وهقفل. هو هنا اشتغل، بدأ يشتغل زي المربع الجراني، بيقفل بنص عمود. يبقى انا هاخد واحدة سلسلة وبعدين هقفل بنص عمود في السلسلة التالتة في الارتفاع. انا كل دور قافل بنص عمود مش كده؟ كل دور هتقفلي بنص عمود ما عدا الدور الاخراني. اهو دي كده، ده الدور اللي بعده هطلع التلاتة الارتفاع، واحد اتنين تلاتة، وفي نفس المكان غرزة كلاستر بعمودين بس اللي هو ده. بعدين سلسلتين هاخد في الفراغ عمودين، وفوق التلات عمدان تلات عمدان، وفي الفراغ اللي بعده اتنين كمان. هاخد بس سلسلتين يعني الاول، يعني التلاتة هيبقوا سبعة بالظبط. هعمل هنا عمودين، وفوق التلات عمدان في السلاسل هعمل تلات عمدان، واحد اتنين تلاتة. في الفراغ هعمل عمودين، واحد اتنين، سلسلتين، وبعدين هكمل غرزة الكلاستر ليه، واحد اتنين تلاتة. سلسلتين عمودين في الفراغ، واحد اتنين، تلات عمدان فوق التلات عمدان، وبعدين وبعدين اتنين في الفراغ اللي بعده، وبعدين سلسلتين، وبعدين سلسلتين، تلات سلاسل. اتنين وبعدين تلات عمدان فوق التلات عمدان، عمودين في الفراغ، سلسلتين. ما انساش السلاسل لان من غيرها ممكن الشغل اللي بدا يقوص. واحد اتنين ده اخر ضلع اهو معايا، واحد اتنين، وبعدين سلسلتين، اخر غرزة كلاستر، اعمل سلسلة ونص عمود طول ما انا لسه بكمل. الاقي شكلها بدأ يوضح اكتر شوية. الدور اللي بعده اللي هو الدور التالت برضو نفس الكلام، بشتغل ما بين كل عمود في النص هنا في الفراغ بعمل عمودين، وفوق كل عمود عمود، وفي الفراغ التاني عمودين. ده برضو ممكن يوصل، يعني ده من الباترونات اللي ممكن تكبر. وفي الكورنر بعمل تلات عمدان اللي هما الكلاستر، وبعدين تلات سلاسل وكلاستر تاني.